السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه بيست دوت تي في. الموقع ده عبارة عن ايه؟ بيبقى عندك فيديو تقدر ان انت تعمل عليه مونتاج، تقدر ان انت تكتب عليه زي ما نشوف مع بعض. ممكن تيجي تقول له انا عايز اعمل كريت فيديو، فبيقول لك اديني الفيديو، اديني لينك الفيديو او ارفعه من على النت. يعني ممكن تديله مثلا اللينك بتاع اليوتيوب او تقول له براوس وترفع فيديو من عندك من على الكمبيوتر، وليكن مثلا دوت. فاول حاجه بيقول لك ان هو ممكن يغير السايز بحيث يبقى مناسب للتيك توك او اليوتيوب او الانستجرام. طيب ممكن نقول له احنا عايزين ايديت، فبيديك الشريط بالشكل دوت. تقدر ان انت تعلي الصوت، تقدر ان انت تدخل هنا على الميديا وتعدل من الميديا. طبعا الشريط اللي تحت ده من حقك ان انت تيجي مثلا هنا وتعمل ايديت، تعمل قطع للفيديو بحيث ان انت تلغي واحد فيهم لو انت حابب. ممكن تقول له انا عايز تكست، هكتب تكست هنا بالشكل دوت. بتقول له مثلا عندي تكست معين، عندي اكسبورت للريزوليوشن، الحاجات دي كلها دي لو انت عامل ابجريد. طيب انا ممكن اقول له انا عايز اكتب تكست عادي، فهو عمل لك بالشكل دوت. تقدر تكتب مثلا عمر. طيب العربي عندك كويس، في مواقع تانية بتلاقي فيه مشاكل في العرض، وتقدر تعدل التكست زي ما انت عايز. طيب ممكن بقى تعمل سب تايتل، فبختار هنا بقول له اللغة اللي احنا كنا بنتكلم بيها وعاملين بيها الفيديو عربيك، جنريت سب تايتل. هو يبدأ يعمل لك السب تايتل اللي هو تحويل الصوت لكتابة مكتوبة، بحيث لو حد مثلا ما عارفش اللغه او حد عايز ان هو يقرا الكلام فيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل، ممكن حد مش سامع كويس. طيب اهو ليه كده. في كلام انا كنت بقوله بالانجليزي، فلان انا قلت له عربي هو ترجمه غلط، يعني شيت دي اللي هي شيت. تمام، لما انما هو سمع العربي وحوله بشكل حلو. تمام، هتلاقي بعض الكلمات محتاجه انها تتعدل اكيد. يعني هنا مكتبه صوت لو انت عايز تضيف ميوزك او تضيف اي حاجه، لو عايز تضيف صورة بالشكل دوت، وتقدر تحدد هتشوفها من السنة كام للسنة كام، او تقدر تصغرها تكبرها زي ما انت عايز.